تشكلت بإرادة وطنية؟ لا، بإرادة دولية. ولا تنسى الموازنة راح يصادق عليها وراح يجلسون ويتفقون، وراح تتدخل الأمم المتحدة وممثلة الأمم المتحدة والسفيرة الأمريكية والسفارة البريطانية وينتهي الموضوع. على كل نحتاج شوي صبر، ماكو داعي للتشنج والتراشق الإعلامي حتى لا يتأزم الموضوع. شوية دولة القانون هناك مشاكل. فدوى دولة القانون، خفوا على السوداني، هو هم أيضا شريككم، يعني منزعجين من عنده بس خفوا عليه. يعني مو قضية خف عليه، لا لا، هو مو منزعج، هو لازم. لا لا، أنتم منزعجين. رحم الله أمرين عرف قدر نفسي فوقف عندها. طيب، الإنسان ما لازم تأخذوا العزة بالإثر. واضح. ويروح ويصور السجاد الأحمر والطائرات والمعرف إيش والكذا، هذه راح تكون داعم لك في العملية السياسية. من حقها مثل اللي سوى.